مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة، والنهاردة ضيفنا بعد استعراض أخبار النادي الأهلي واستعداداته للمباريات القادمة خلال فترة توقف الدوري الممتاز حتى يوم 19 المقبل إن شاء الله، موعد انطلاق مباراة القمة والجولة الرابعة من جولات الدوري العام المصري أو الدوري الممتاز المصري لكرة القدم. المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، وإن شاء الله يكون التألق والفوز فيها للنادي الأهلي، ويكون التوفيق حليف النادي الأهلي في هذا اللقاء، شأن ما حدث في البطولة اللي انطلق بها هذا الموسم، وهي بطولة خاصة أيضا الجمهور كان سعيد جدا بها، جمهور النادي الأهلي بالتفوق على منافسه التقليدي نادي الزمالك في مباراة السوبر المصري وفوز النادي الأهلي بهذا اللقب. خلونا نتكلم سريعا قبل ما نتطرق لاستعدادات فريقنا الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، وأيضا أجندة منتخباتنا الوطنية سواء منتخبنا الوطني الأول خلال فترة الإعداد الحالية، والمباراة المرتقبة الودية أيضا أمام منتخب بوتسوانا منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، واستعدادات منتخبنا الأولمبي أيضا ومبارياته الودية استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا. عندنا خبر أعتقد أنه خبر سار جدا لكل جماهير النادي الأهلي ومشاهدي القناة اللي بنعتز بيهم جميعا، هو تلقي قناة النادي الأهلي جائزة يوتيوب بعد تخطي العدد للمليون مشترك، تخطي حاجز المليون مشترك لرواد قناة النادي الأهلي على يوتيوب، وده خبر بيسعدنا جميعا وطبعا بيكلل جهود فريق العمل وإدارة القناة وكل القائمين على التنسيق من أجل أن يخرج العمل بأفضل شكل ممكن، والرسالة الإعلامية دائما أبدا اللي بنتمناها تكون قادرة على أن تنال رضا حضراتكم وتكون على مستوى تطلعات جماهير النادي الأهلي، وتكون أيضا بتحمل قيم ومبادئ وتتفق مع طموحات وتطلعات النادي الأهلي والمستوى اللي اعتاد على تقديمه للناس منذ أن انطلقت رسالته الإعلامية مع انطلاق حتى مرحلة البث التجريبي للقناة قبل انطلاق البث الفعلي للقناة. مرة تانية بيتخطى حاجز طبعا رواد قناة النادي الأهلي على يوتيوب حاجز المليون أو عدد المليون مشترك، وإن شاء الله المزيد من النجاحات لكل المؤسسات اللي بترتبط بالنادي الأهلي وبتمثل جزء من البيت الكبير عائلة الأهلي. طبعا بنشوف مع حضراتكم بعض اللقطات على الشاشة وهذه الأخبار والتأكيدات من يوتيوب على تخطي حاجز المليون مشترك، وده يعني أعتقد أنه كمان بيضع علينا مسؤوليات أكبر وعبء أكبر على كل القائمين على إدارة القناة والتنسيق مع مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال الفترة المقبلة، ووعد كان حصل عليه الجميع كل جماهير وعشاق النادي الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية بأن هناك سعي دائم وتنسيق بين الإدارتين إدارة النادي وإدارة القناة وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي من أجل الوصول لأفضل مستوى ممكن بالتنسيق أيضا مع كل القائمين على إدارة العمل الإعلامي الخاص بقناة النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، سواء كنا بنتكلم عن الشريك الحالي شركة بريزنتيشن أو كل الأطراف المعنية بالعمل وعلى وضع وتصميم والتصور الخاص بهذه الرسالة وكيفية تعظيمها وتطويرها في الفترة الجاية إن شاء الله عشان تكون على مستوى تطلعات حضراتكم. هننتقل لأخبار فريقنا الأول لكرة القدم. الأهلي بيواجه الإعلاميين وديا غدا، غدا مواجهة إن شاء الله تكون مؤثرة ومثمرة لفريقنا الأول لكرة القدم. المدير الفني والجهاز الفني بقيادة ريني فايلر المدير الفني السويسري حريص على أن اللاعبين يبقوا دايما عندهم التوب فورم أو الجاهزية الكاملة أو حساسية المباريات، وده من خلال فقرة التقسيمة أو تقسيم اللاعبين إلى مجموعات والقيام بمباريات ودية وتقسيمة داخل الملعب في استاد التاتش وخلال التدريبات حتى يصحح الأخطاء الفنية ويضع بصماته الفنية والتزام اللاعبين بالكامل برؤيته الفنية، وده عرف عن ريني فايلر منذ توليه المهمة في أول تدريب له مع الفريق أنه حريص جدا على الالتزام بالتاكتكس اللي بيضعها وخطة اللعب وطريقة اللعب اللي بيشوفها مناسبة لكل مباراة والإمكانات كل منافس بيواجه النادي الأهلي في أي مباراة سواء على المستوى المحلي أو الدولي. الفريق بيستعد للمباراة الودية مواجهة مع فريق الإعلاميين الساعة 3 عصر غد الاثنين إن شاء الله على ملعب التتش في إطار التحضيرات للمباريات المقبلة وانطلاقا من مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها إن شاء الله يوم 19 من أكتوبر الجاري. وجدير بذكر أنه كمان بعد فقرة الأخبار هيكون معانا واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين وحارس المرمى السابق في النادي الأهلي الكابتن أحمد فوزي، وهنتكلم معاه عن أمور كثيرة جدا فنية تتعلق بمسيرة النادي الأهلي وانطلاقته القوية هذا الموسم على المستويين المحلي والأفريقي وإدارة ريني فايلر وجهازه المعاون للأمور الفنية في الفريق، وأيضا حالة الرضا عند وسائل الإعلام الرياضية وفي الوسط الرياضي المصري بشكل عام وعند جماهير الأهلي ومشاهدي القناة بشكل خاص على حالة الفريق فنيا، حالة الإبداع اللي بنشوفها في الملعب، العدد الكبير والوافر من الأهداف اللي بيتم إحرازه، وإن شاء الله تستمر الأمور بنفس القوة وأكثر، وأيضا تحقيق النقاط والحسابات الخاصة بتحقيق البطولة والسبق في التقدم في بطولة الدوري الممتاز منذ اليوم الأول لهذه البطولة والانطلاق هذه النسخة من الدوري الممتاز.
زي ما قلنا لحضراتكم في تحضيرات لمنتخباتنا الوطنية بنتمنى لها كل التوفيق، سواء منتخبنا الوطني الأول في أول تجاربه الودية تحت قيادة الجهاز الفني الحالي بقيادة كابتن حسام البدري، وأيضا استعدادات منتخبنا الوطني الأولمبي لمبارياته القادمة وللتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. خبر أيضا من الأخبار الجيدة جدا، عودة واحد من النجوم اللي بيمثلوا عناصر القوة الضاربة في النادي الأهلي. تألق هذا اللاعب دفاعيا وهجوميا خلى الناس كلها بتتكلم عن أحقيته في أن يكون ضمن عناصر المنتخب الوطني الأول، وأنه كمان من العناصر اللي أصبحت بتحظى بثقة الجماهير والمتابعين للفريق، وأنه ركيزة أساسية في وسط الملعب دفاعيا وهجوميا. هو نجم الفريق عمرو السولية. عمرو السولية بدأ ينتظم في التدريبات وشارك في المران الجماعي اللي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، وانتظم بعد الإصابة اللي لحقت باللاعب. كان في شكوى في الفترة اللي فاتت من الرباط الخارجي للكاحل، كان في جزع في الأنكل، وكان اللاعب اشتكى طبعا وحصل على فترة للعلاج والتجهيز والتأهيل، وبيعود وهو طبعا من العناصر الفنية المؤثرة جدا، واللي مستواه في الفترة اللي فاتت يعني كان بيحظى برضا وقناعة تامة من كل المتابعين، وإن شاء الله يكون أكثر وأكثر في التطور الفني والجاهزية الفنية والبدنية عشان يكون من العناصر المؤثرة جدا في مباريات الأهلي القادمة، وأيضا إن شاء الله من خلال فرصه في التواجد في منتخبنا الوطني الأول. ومن الشباب كمان المميز جدا فنيا واللي بيعود بعد فترة كبيرة غاب فيها عن التدريبات والمباريات بعد ما خضع لجراحة في الفترة اللي فاتت، نجم وسط الفريق كريم نادفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، بدأ مرحلة جديدة من التدريبات والتجهيز، المراحل الأخيرة لتجهيزه عن طريق طبعا أخصائي التأهيل والجهاز الطبي وطبيب الفريق. كل المشرفين على الأمور الفنية والطبية في الفريق بيجهزوا كريم عشان يرجع، هو كمان بالتأكيد من عناصر القوة ومن الإضافات الكبيرة فنيا للفريق في الفترة الجاية. كريم بدأ بالفعل تدريبات الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات بعد جلسة أجراها في الجيم أو خضع لها في الجيم عصر اليوم تحت إشراف الكابتن طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل في النادي، وكان في اهتمام كبير من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق على متابعة البرنامج التأهيلي لكريم نادفيد والتأكد من عدم وجود أي شكوى من الإصابة اللي مرت باللاعب في الفترة اللي فاتت أو اللي طبعا تضرر منها اللاعب في الفترة اللي فاتت. وأجرى بالفعل كان كريم جراحة الغضروف غضروف الركبة في ألمانيا وعاد بسلامة الله وبدأ تدريباته مع الفريق وانتهت بنسبة كبيرة مراحل للتأهيل، وهيكون موجود قريب جدا إن شاء الله في الملعب مع نجوم الفريق الأول في النادي الأهلي. ومن العناصر أيضا اللي بتعود بقوة أو بيكتمل برنامجها العلاجي والتأهيلي قريبا بإذن الله، بيتم تجهيز مروان محسن ومحمود متولي بعد غيابهم في الفترة اللي فاتت طبعا لإصابات مختلفة. الإصابة كانت في الوجه في مباراة سموحة لنجم هجوم الفريق مروان محسن، وكان في شكوى طبعا من تمزق في العضلة الخلفية أدت إلى تغيير واحد من النجوم والوافدين الجدد، الكل طبعا راضي عن أدائهم وانطلاقتهم مع الفريق، نجم دفاع الفريق محمود متولي خلال مباراة السوبر أمام الزمالك في انطلاقة هذا الموسم بكأس السوبر المصري اللي حققها النادي الأهلي، وكانت أفضل انطلاقة للفريق وأفضل دفعة كمان نفسيا، ويعني جانب إيجابي كبير جدا حصل عليه ودفع إيجابية مهمة جدا ومؤثرة جدا حصل عليها فريقنا، وأعطى ثقة كبيرة جدا للجماهير من خلال الشكل اللي ظهر عليه وأداؤه الفني في مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر، وكان ده التعريف الحقيقي أو أول تعارف حقيقي بين الجماهير وريني فايلر وبصماته الفنية وجهازه المعاون، لأننا ما كناش تابعنا المباراة الأولى طبعا خارج ملعبنا مباراة الذهاب في غينيا الاستوائية، ما كانتش طبعا ظروف البث الخاصة بالمباراة سمحت بإذاعتها، وبالتالي ما كانش الجمهور متابع أكتر مباراة قبل ما تسجل وتذاع في وقت لاحق، وبالتالي كان الجمهور متعطش جدا انه يشوف مباراة الاهلي والزمالك ويتابع اول لقاء يعني بشكل مباشر للفريق تحت قيادة فايلر. كان في محاضرة فنية والجانب الفني بيهتم بيه بدرجة كبيرة والتركيز على تكليفاته وتعليماته وتوجيهاته الفنية ريني فايلر المدير الفني للفريق الأول في النادي الأهلي. كان في جلسة خاصة تم عقدها مع لاعبي الفريق الأول في النادي الأهلي للتركيز على بعض الجوانب الفنية والتكليفات الخاصة بالفترة المقبلة. كمان خلال فقرة التقسيمة في استاد التتش على ملعب التتش كان في تركيز على إيقاف التقسيمة أكتر من مرة أو التدريبات أكتر من مرة للتأكد من عدم تكرار الأخطاء أو الملاحظات اللي بيبديها الجهاز الفني بقيادة فايلر، للوقوف على هذه الأخطاء وتصحيحها ووضع البديل لها اللي بيشوف فايلر أن تطبيقه بأفضل شكل ممكن هيكون مؤثر وإيجابي خلال المباريات المقبلة محليا وأفريقيا. خلونا نتابع مع حضراتكم تفاصيل أكتر عن استعدادات وجاهزية الفريق قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز بمباراة الأهلي والزمالك إن شاء الله في الجولة الرابعة 19 من الشهر الجاري. معانا على الهاتف زميلنا العزيز ومراسل قناة الأهلي شريف شعبان. مساء الخير يا شريف وأهلا بيك. أهلا بيك أستاذ حكيم.
محمد ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا جمهورنا كل مشاهدينا عايزين يسمعوا منك كل التفاصيل وكواليس التدريبات وأهم ملاحظاتك من خلال متابعتك لتدريبات فريقنا الأول. خليني أقول لك إن التمرين كان في الخامسة مساء اليوم بعد الصبر لمدة يومين، يمكن كان في جلسة مع اللاعبين في أرض الملعب مع المدير الفني وباقي الجهاز طبعا ومدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ، اللي اتكلموا فيها إن لازم لاعبي النادي الأهلي تركز فقط في مباراة الدوري الممتاز، تركز فقط في مواجهة الزمالك المقبلة، عدم الكلام أو الحديث عن مباراة أفريقيا أو القرعة الأفريقية أو الأهلي هيواجه مين في بطولة أفريقيا، التركيز ثم التركيز في البطولة المحلية فقط لا غير، وشدد على هذا الكلام أكثر من مرة. بعد هذه الجلسة اللي استمرت حوالي 5 دقائق كان في جري حوالين الملعب لفترة طويلة، يعني راجعين من فترة غياب كبيرة يمكن لمدة يومين، وبعد هذا الجري كان في إطالات وعمل تقسيمة، كان حريص إن هو يوقف التقسيمة أكثر من مرة. المفرح في هذه التقسيمة والمفرح النهاردة لكل جماهير النادي الأهلي إن عمرو السولية شارك من بداية المران إلى نهاية المران اللي استمر حوالي ساعة ونصف، كان عمرو السولية شارك في الجزء البدني وشارك ايضا في التقسيمة وضاعف المستوى، يطمئن كل جماهير النادي الاهلي عمرو السولية اصبح جاهز بنسبة 100% لمباراة الزمالك يوم السبت المقبل. حراسة المرمى على الجانب الاخر وتمرين ولا اروع ولا اقوى لشريف اكرامي وعلي لطفي، ومنافسة شديدة جدا وقوية جدا لفتت انظار كل الحاضرين بتألق شريف وتألق علي لطفي الملفت للنظر. خليني اقول لك النهارده كريم نجبت يمكن اول مره يجري النهارده بعد فتره غياب كبيره جدا بعد الرجوع من المانيا والعمليه ورجوع مره اخرى لالمانيا ورجوع مره اخرى الى القاهره، النهارده بدا يجري، النهارده بدا يفتح السبرنتات. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي ايضا ان كريم نجبت خلاص بتتكلم حوالي 10 ايام هيبدا بعد كده يخش مع الفريق. فكريم في طريق العوده الى مران الفريق مره اخرى، مروان محسن اللي هيستمر حوالي 5 ايام النهارده بيجري برضه ايضا وبيفتح السبرنتات وعلى يعني لياقته البدنيه موجوده معاه، بيفتح النهارده السبرنتات ما شاء الله كويس جدا النهارده في التمرين، مستمر حوالي 5 6 ايام لحد ما يجي له جهاز اللي هيجيب فيه القناع على الوجه، وبعد كده هيستعمل له القناع في حوالي 10 ايام كفتره وقائيه في الفتره الاولى من مشاركاته بعد العوده من الاصابه. كاجراء وقائي يعني يتمرن كده اهوت، هيفضل يتمرن لحد ما يجي له جهاز من اسبانيا يقيس وجه يقيس الوجه بتاعه، فيرجع جهاز من اسبانيا ويبدا الاهلي بقى يجيب له الواقي اللي هيجي له خلال اسبوعين باذن الله، ولكن في هذا الوقت هيكون بيتمرن بدني طبعا مع عدم المشاركه مع لاعبي النادي الاهلي. يمكن محمود متولي بيجاري او عمليات الرجوع مره اخرى للفريق الاول، يمكن بيتاهل يمكن في المراحل النهائيه، ممكن تلاقيه في خلال يومين بكثير باذن الله موجود في مران النادي الاهلي. النهارده كان في جلسه مع مستر فايلر كان قاعدني معاه وسالته ان في السوشيال ميديا بيتكلم كثير عن استخدام حارس مرمى، بيتكلم كثير عن استخدام بعض المراكز مركز الدفاع او الوسط او الهجوم، انت طلبت فعلا من اداره النادي الاهلي، طلبت من مدير الكره استقبال لاعب في مركز معين، طلبت رحيل لاعب في مركز معين، الراجل فاجئني وقال لي انا راجل دارس صحافه وعارف بتكلم امتى وعارف ما بتكلمش امتى، انا دارس ما اتكلمتش مع اي حد خالص، وبالتالي انا ما طلبتش ولا لعيب وما طلبتش رحيل لعيب، كل دي اجتهادات صحفيه ليس لها اساس من الصحه، وانا هتكلم في الوقت المناسب وعارف هسكت امتى، كل اللي بيتقال ده عارف تماما من الصحه. يعني هنا ريني فايلر بيؤكد مره ثانيه، بس نكرر وناكد اللي قلته دلوقتي يا شريف، ريني فايلر بيؤكد لك شخصيا من خلال حوار مباشر معاه على هامش تدريبات الفريق في استاد التتش انه لم يطلب حتى الان كل ما نسب اليه اعلاميا غير دقيق، واكد انه لم يطلب اي اضافه على المجموعه الحاليه من النجوم في النادي الاهلي. مظبوط، انا لسه بتعرف على باقي قائمه النادي الاهلي، همشي ازاي وهجيب ازاي يعني باي منطق يعني، اما اتعرف الاول على قدرات القائمه كلها اللي فيها 30 لاعب، وبتعرف ايضا كمان على قطاع الناشئين بعض المميزين منه بيجي لي عنه تقارير، حتى بعد كده الفتره القادمه اتكلم في استخدام او رحيل، لكن الكلام ده سبق الاوان وانا ما اتكلمتش مع اي حد خالص في الجهاز او مع المجلس علشان استخدم لاعب او على رحيل لاعب. على الجانب الاخر الاستاذ احمد سليمان محلل الاداء الموجود في جهاز فايلر اعد فيديوهات
لمباريات الزمالك، نقاط الضعف ونقاط القوه، الضربات الثابته للزمالك وكل ما يخص فريق الزمالك. ومستر فايرب بالتحديد بدا يتفرج على هذه الفيديوهات من ثلاث اربع ايام، ويمكن الفتره القادمه هتكون لاعبي النادي الاهلي على موعد مع مشاهده هذه الفيديوهات في خلال يومين او ثلاثه على اكثر. يوم الاثنين باذن الله هيكون علي معلول موجود في التمرين، يوم الثلاثاء باذن الله هتكون كل لاعبي الاهلي الدوليه الموجودين في المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي موجودين في التمرين. بكره باذن الله الساعه 3 هيكون في ماتش ودي مع فريق العالمين في مختار البلجيكي. دي كانت ابرز وكواليس كل تمرين النادي الاهلي اليوم اللي استمر من الساعه 5 الى السادسه ونص مساء. محمد لو عايز اي حاجه انا معاك. بشكرك جدا، يعني الحقيقه كنت يعني كلامك كان فيه كل الاجابات عن كل تساؤلات الجماهير اللي بترغب دايما في التعرف على التفاصيل وكل جديد في تدريبات فريقنا واستعداداته للمباريات القادمه ان شاء الله على المستويين المحلي والدولي او الافريقي. بشكرك جدا للمشاركه معانا زميلنا العزيز ومراسل قناه الاهلي شريف شعبان. طبعا تاكيدات شريف مطمئنه جدا لحضراتكم ولمحبي وعشاق النادي الاهلي في كل مكان داخل وخارج مصر، جاهزية ورجوع عدد من النجوم، تجهيز ورجوع لاعب بأهمية عمرو السولية، بدء لاعب بقدرات كريم نادفد، تدريبات الجري وانه بيجهز وقرب جدا ان شاء الله زي ما قال طبعا شريف من خلال احاديثه المستمرة ومتابعته للجهاز الطبي وكل المسؤولين عن تأهيل واستشفاء اللاعبين وتجهيزهم طبيا وبدنيا، انه خلال 10 ايام ان شاء الله هيكون موجود مع الفريق ويكون تحت بقى اختيارات او بيخضع للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة ريني فايلر، لكن من الناحية البدنية والطبية إن شاء الله يكون جاهز بإذن الله خلال 10 أيام بنسبة 100%. خلونا نأكد الخبر ده بعد ما يعلن رسميا من خلال إعلان طبيب الفريق والجهاز الطبي لهذه الأمور، لكن ده اللي شريف عرفه من خلال تواجده في التدريبات. كمان لاعبين بقدرات وخبرات مروان محسن أو محمود متولي، إضافات كبيرة للفريق بتزيد من قوته ومن البدائل المتاحة. دايما الفريق البطل في أي مكان في العالم مش بس في مصر بيكون محتاج بدائل كثيرة جدا تصلح لكل مباراة، لقدرات كل منافس، لطرق لعب مختلفة. بيبقى في مجموعة أقدر على تطبيقها من مجموعة تانية، بيبقى في لاعب أنسب في المركز ده من لاعب آخر، ده بيبقى سلاح مهم جدا في أيدي الأجهزة الفنية أو المدير الفني علشان يبقى عنده بدائل كثيرة يقدر يناور بيها المنافسين في أي مباراة. وده اللي النهاردة بيسعد جمهور الأهلي، أنه بعد الصفقات المهمة اللي انتهى منها مجلس الإدارة في فترتي الانتقالات، في فترة الانتقالات الشتوية في يناير ثم في أغسطس الماضي، أنه الجمهور عنده طبعا تأكيدات وشعور ويقين تقريبا أنه كل الأمور أفضل وأنه الفريق أصبح عنده ترسانة حقيقية من النجوم والبدائل اللي ممكن تخلينا نطمح في الكثير في الفترة الجاية ونتخطى أي أخطاء فنية أو قصور فني كان موجود في المواسم اللي فاتت. تطلعاتنا على مستوى ما عرف دايما عن النادي الاهلي، نجاحاته محليا ودوليا والمنافسه على اللقب الافريقي او دوري الابطال الافريقي والعوده باذن الله لكاس العالم للانديه، وايضا المنافسه والتالق ومزيد من الانجازات على المستوى المحلي والارقام القياسيه اللي بيحققها النادي الاهلي في عدد المسابقات المحليه اللي هو له فيها طبعا السبق ونصيب الاسد. دي كانت الفقرة طبعا، وفي حاجة مهمة جدا أشار لها كمان شريف من خلال حديث جانبي ومباشر حسب تأكيداته مع ريني فايلر المدير الفني، أنه شايف أن المجموعة الحالية كافية جدا حتى الآن، وأنه رؤيته الفنية بتقول أنه لم يطلق أي تصريحات ولم يتحدث إلى أي وسيلة إعلامية بيطالب من خلالها أو بيؤكد من خلالها أنه طلب لاعب أو حارس مرمى أو إضافة في أي مركز من المراكز. ربما يحدث ده في مرحلة لاحقة، لكن حتى موعد انطلاق هذه الحلقة فايلر لم يطلب أي إضافات ويرى أن المجموعة الحالية جيدة جدا وفيها البدائل المتاحة، واعتقد ان ده باين من خلال المستوى الفني العالي جدا واللي افضل بكتير من المواسم اللي فاتت لفريقنا الاول لكرة القدم، وبصمات فايلر اللي بدأ من خلالها يستفيد بالشكل الامثل بالمجموعة والقدرات المتنوعة لنجومنا في الفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي. خلونا نتوقف مع فاصل قصير، وبعد الفاصل نستأنف هذه الحلقة من حلقات الاهلي الليلة ونستضيف نجم حراسة المرمى سابقا في النادي الاهلي الكابتن احمد فوزي. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، وضيفنا في هذا اللقاء هو واحد من حراس المرمى السابقين في الكره المصريه وفي النادي الاهلي، وكان مشواره مع ومشاركته مع الفريق الاول في النادي الاهلي من عام 98 او موسم 98 99 وحتى عام 2003، ثم انتقل لبعض التجارب خارج النادي الاهلي وقام بحراسه المرمى في انديه مثل حرس الحدود وبتروجيت والداخليه، وبيحتفل ضيفنا النهارده بعيد ميلاده ال 42 انه من مواليد عام 77 يوم 19 اكتوبر القادم يوم ماتش الاهلي
والزمالك بعد 6 أيام إن شاء الله. الكابتن أحمد فوزي حارس المرمى السابق في النادي الأهلي، مساء الخير يا كابتن. مساء الفل، كل سنة وأنت طيب وسعداء بوجودك معانا. بالصحة والسلامة وربنا يبارك لك. ربنا يخليك كابتن. أنا عارف إنك أهلاوي، مش أهلاوي عادي، أهلاوي جديد جدا. قول لي، شايف ماتش الأهلي والزمالك إزاي في انطلاقة الموسم، ماتش السوبر، وبالمقارنة بعد انطلاقة الفريق ومستواه في المباريات الأخيرة في الدوري في بطولة أفريقيا، رؤيتك إيه للمباراة الجاية بين الأهلي والزمالك؟ لو اتكلمنا على مباراة السوبر تحديدا، مباراة السوبر كان فيها مخاوف كتير من الجمهور الأهلاوي. كان مستر فال حسن أو فايلر كان لسه ماسك الفرقة، أو فايل خير زي ما بيقولوا، لسه ماسك الفرقة، مش عارفين هيلعب بأنهي مواصفات، غير إن هو كمان مش عايز يسمع اللي فات وبياخد من دماغه ومن تمرين الفرقة. فأعتقد إن ده ما كانش فيه وقت كبير. فرقة الزمالك كانت فايقة واخدة الكاس، كسبانة بيراميدز بنتيجة كبيرة، عاملة نتائج إيجابية وماشيين بخطة ثابتة. ولكن الراجل فاجئهم انه اول نص ساعه بيضغط عليهم عندهم في ال 18 بتاعه. يمكن ده عمل لهم ربكه وخلاهم يعني بعد خاصه نص ساعه من الشوط الاولاني. انا مش فاكر ان الشوط الاولاني شفنا الشناوي، يمكن اوفر ولا حاجه. الاهلي كان مسيطر كمان على الشوط الاول كله، يمكن ربع ساعه كمان الاولى من الشوط الثاني. يعني لو قلنا 65 دقيقه احنا كنا متسيدين، وبعدين لظروف اصابات معينه وتغيير في 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 الناس موجوده في الملعب أدت إن النادي الأهلي يتراجع شوية. خلي بالك إحنا ما تراجعناش ولا حاجة، هم بيقولوا كده يعني إيه، يعني زي ما بيقولوا كده إيه، عايزين يشموا نفسهم، إنما إحنا ما تراجعناش. ضربة الجزاء يمكن غلط فيها حمدي فتحي ومتحمل أثرها لحد دلوقتي، وبعديها ضربة جزاء تانية الشناوي، فهي أخطاء فردية. انما في المجمل العام هم ما عملوش حاجه، زي ما احنا ضيعنا الشوط الاولاني مثلا 6 انفرادات 5 كور، مش هقول 6، خلينا 5 كور، منهم 2 قفشه، واحده اجاييه، واحده حسين الشحات. يعني فلا كنا احنا متفوقين تماما هو حمدي فتحي كان زعلان قوي، كان قاسي جدا على نفسه انه عمل الخطا ده، لانه عنده تحدي، لانه بدا بقوه مع النادي الاهلي والجمهور راضي جدا عن مستواه، فده هيجي مع الخبره والمشاركات اكتر. أكيد. ان الاخطاء دي ما تحصلش، لكن هو لاعب مميز باجماع الاراء طبعا، الناس مبسوطه بيه جدا. بس في نقطه ايجابيه جدا، اللي يتحمل خطاه بالمنظر ده وبالشكل ده صدقني جمهور الاهلي بيشيلوا فوق. صحيح، اللي يقول انا اخطات خلاص الخطا ده مسؤوليتي، وكمان بيتحمل الماتشات اللي بعدها. يمكن كان الخطا ده اثر عليه في الماتش الافتتاحي امام سموحه في الدوري، ولكن ابتدى يفوق بعد الماتش بتاع اسوان. اعتقد ان احرازه الهدف في ماتش اسوان نقطه ايجابيه جدا جدا لحمدي فتحي، وهترجعه لمستواه. زي ما بقول الماتش الجاي، خلي بالك ماتش الزمالك اللي كسبناه 1-0 في اخر الدور الثاني في السنه اللي فاتت، الموسم اللي هو مش عارف السنه اللي فاتت ولا السنه دي، انا مش عارف الموسم ده كان ايه. حمدي فتحي كان احسن واحد في ال 22، مش في الفرقه بس. لما اخطا ماتش في ماتش السوبر، انا اعتقد الماتش الجاي ان شاء الله ربنا هيكرمه. حمدي فتحي ده ان شاء الله يعني باذن الله لو وفق وربنا وقاشر اصابات او المشكلات اللي بتعطل مشوار اللاعب، باذن الله هيبقى سوبر ستار في الاهلي وفي منتخب مصر ان شاء الله عدد من السنوات، لانه لاعب متكامل في المركز ده، عنده كل قدرات الهاف ديفندر الناجح. بص احنا كنا دايما بنقول بقالنا سنين كتير قوي عايزين واحد زي فرانك كوم في الترجي. ربنا رزقنا بلعيب نسخه من فرانك كوم، مش نفس القوه بس نفس الامكانيات، ديستروير بمعنى الكلمه، يعني رقم 6 اللي هو ايه، مفيش احسن من كده. فنتمنى له التوفيق، نتمنى له يكمل على هذه الصوره، يا رب. نتمنى له ربنا يبعد عنه الاصابات، وان شاء الله هيبقى حاجه كويسه كده باذن الله. طيب نتكلم عن ان احنا كنا افضل الحمد لله باجماع الاراء في مباراه السوبر، وبعدها بدات حلاوه الاداء بقى، الناس تشيد بيها، والفوز باربعات وخمسات، الحاجات اللي هي اتعرفت عن النادي الاهلي وكان الجمهور مفتقدها، كان نفسه يشوف. ايه رايك في التغير ده، وشايف المقارنه ازاي بين الموسم ده وانطلاقتنا في الموسم ده، وبين شكل الفريق وادائه في الموسمين 3 اللي فاتوا؟ طيب شكل الفريق وادائه ما اتغيرش عن السنه اللي فاتت، خلي بالك من النقطه دي. يعني لاسارتي كان بيلعب بنفس ساعات 4-3-3، بس كان فيه شويه اجزاء صغيره يمكن مستر فايلر اشتغل عليها، خلى اداء الفرقه حاجه ثانيه، منها ان الجناحين بيستلموا من جوه، يعني رمضان صبحي والشحات بيستلموا من جوه، بيسيبوا الاطراف لعلي معلول وفتحي او محمد هاني، اي حد، او محمود وحيد. دي خلت الكثافه العدديه جوه ال 18 كتير جدا. ثانيا الكره بتتقطع، بنضغط عليها في اي حته، السكند بول بتاعتنا في كل اجزاء الملعب. اجاييه مهاجم سترايكر زي ما الكتاب قال، بمعنى
هو سوري مش سترايكر، هو ايه زي ما بيقولوا كده يعني شادو سترايكر، بالظبط اللعيب اللي بيلعب تحت راس الحربة، بالظبط تحت راس الحربة، بيحرك اللي حواليه وبعدين يكمل هو. حمدي فتحي والسولية على طول في ال 18 بتاع الفرقة التانية، فانت انت عامل ايه زي ما بيقولوا كده محجم اي فرقة بتلعبك في الحتة بتاعتك، ولما بتتقطع منك بترجع تجيب الكرة في نفس المكان. انما الـ 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 المشكلة ان هو زود مثلا، ركز في حتة معينة جدا مع رمضان صبحي، انه يلعب على الجون كتير وما يزودش اللمسه الزياده اللي كان بيعملها، اللي كانت بتخلي الخط بتاع الظهر كله يقف ويبقى مواجه وتخلي المهاجمين بتوعنا يتاخروا. نقاط صغيره جدا اهتم بيها حسين الشحات، وانه على طول رايح على الجون من اي اتجاه. حسين هتلاقيه جاي من تحت راس حربه، هتلاقيه جاي ناحيه شمال ناحيه يمين، حسين على طول متواجد في الحته. خد الثقه خلاص في ادائه مع الفريق أكيد. وبدا يقدم بقى اللي عنده كلاعب كره مميز جدا. اكيد اكيد. السوليه وحمدي فتحي وحتى اليو ديانج لما كانوا موجود، اي حت اي حد بيشوط الشوط الكتير ده ما كانش عندنا. قفشه متميز جدا في الحته بتاعه الشوط دي. احمد فتحي في حته التسديدات والشوط، وكمان دور مجدي قفشه انه بقى ملا منطقه البلاي ميكر دي اللي كنا يعني دايما في تغييرات في المكان ده كتير، لكن هو اثبت جداره وبيأدي في المكان ده بشكل رائع الحقيقه. بص هقول لك حاجه صراحه، محمد مجدي قفشه على نفسنا يعني ابهرني لان انا ما كنتش مقتنع. انا شايف ان صالح جمعه كلاعب اعلى شويه، ما فيش خلاف على امكانيات صالح جمعه، انما المفيد في قفشه انه بيعمل حاجتين. بيلعب السهل، خلي بالك هو ما بيلعبش الصعب خالص، بيلعب السهل جدا اللي بيطلعه كويس. ثانيا عنده الناحيه الدفاعيه احسن من صالح، فمجهوده اكبر، عشان كده بيظهر بصوره احلى مما كان موجود صالح. وايقاعه سريع، مش من اللعيبه الحريفه اللي ايقاعها بطيء، يعني مدي قفشه رتمه سريع في الملعب. اكيد اكيد، وده اللي مزود، اكيد مزود رتم النادي الاهلي ومخلي الكره تبقى احلى، وخاصه لما الكره تبقى في رجليه هو والثلاثي الامامي. اعتقد ان الفرقه كويسه جدا، بس مش عايزين زي ما بيقولوا كده ياخدنا الفخر والزهو. لا احنا على ارض الواقع عايزين نكمل بنفس التركيز. احنا على ارض الواقع، احنا ما عملناش حاجه، خلي بالك. بعدين كابتن احمد قبل ما نكمل، ان احنا محتاجين نحافظ على تركيزنا ونعمل ده ازاي، وان الفريق ما يحصلوش دروب لا قدر الله في اي وقت، لانه بادئ بباور عاليه جدا عايزين نكمل بيها ان شاء الله الموسم كله محليا وافريقيا. كمان المنافسه بين صالح جمعه ومجدي قفشه، يتفوق مجدي قفشه، تفوق صالح جمعه، كله صالح فريق الاهلي، لان الموسم كتير يعني كبير جدا، وعدد الماتشات كتير، ولا قدر الله بيحصل ايقافات او اصابات. النادي اللي بشخصيه الاهلي وطموحات الاهلي وتطلعاته النادي البطل دايما عايز اكتر من لاعب سوبر في كل مركز، دايما بنقول كده. طيب اكيد كلام حضرتك تمام 100% وانا معاك، بس في نقطه ايجابيه كمان، انت عندك اللي بره احسن من اللي جوه، احسن من الناس اللي موجوده في الملعب، بينزلوا يؤدوا دورهم وزياده. لا ده اللي بره ال 18 بينزلوا يؤدوا دورهم وزياده، صحيح فاهم. طبعا دي مقاومات الفرقه القويه، زي ما بيقولوا كده، الاثنين اللي بيتنافسوا على مكان في مصلحه الاثنين، ده بيزود نفسه عشان يبقى كويس، وده بيزود نفسه عشان يبقى والفريق كويس المستفيد، وفي الاخر الفريق والنادي هو المستفيد. احنا عايزين كده في كل مكان، عايزين مش قفشه ومش صالح بس، مش قفشه وصالح بس، عندك احمد فتحي، محمد هاني، حتى محمود وحيد لعب ماتشين من ساعه ما جه، كان من احسن الناس اللي موجوده في الفرقه وهو موجود. اليو ديانج وحسام عاشور لما بينزلوا بيبقوا هايلين جدا. الرباعي اللي ورا اللي بيلعب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم لا حسن، إذا كان ياسر إبراهيم، إذا كان متولي أو رامي أو رامي أو أيمن أشرف، أي واحد فيهم ماشي بطريقة. المنافسة دي في المراكز كلها لصالح الفريق. أنت عندك الاسترايكر، ربنا يشفي طبعا مروان، الاسترايكر الموجود بينزل بيهدف، حتى صلاح بينزل بيهدف، بقى جاي مش موجود صلاح. ورمضان بدأ الموسم ده، والنهارده بيلعب مع المنتخب الأولمبي، حتى عامل شغل فردي عالي قوي، ضربة الجزاء وليد سليمان لما بينزل. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان كل اللي موجود على البنش واللي بره عاملين حاله للنادي الاهلي. طب انا عايز ارجع عشان انا قطعتك عند نقطه مهمه جدا، الرساله اللي حابب توجهها لزملائك نجوم النادي الاهلي عن ازاي احافظ على تركيزي، اني ما افقدش التركيز ده لان ادائي مميز قوي او عامل فرق فني كبير عن المنافسين في بدايه الموسم. طيب اولا بدايه من قبل اي شيء، احنا كنادي اهلي لسه ما عملناش حاجه. احنا بنطارد الاميره السمراء. النادي الاهلي عايز يرجع الاميره السمراء من 2014، النهارده السنه الخامسه، مش معقول النادي الاهلي يغيب عن التتويج ببطوله افريقيا خمس سنين ورا بعض، مش احنا. فالتارجت بتاعنا مش الدوري، التارجت بتاعنا مش ماتشات بطوله افريقيا، مش من الماتشات دي، التارجت بتاعنا بطوله الدوري، لازم بطوله افريقيا، لازم اللعيبه تبقى عندها قناعه ان احنا بندور على ان احنا نرفع
كأس بطولة أفريقيا، لازم، ولازم يكونوا مقتنعين إنه مهما عملوا مش هيرضوا الجمهور إلا ببطولة أفريقيا بس. ولو عمل وجابوا بطولة أفريقيا هيتشالوا على الرأس. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، عايز تحافظ على الهدوء ده، الراجل بيعمل حاجة كويسة أوي، أو تحافظ على الأداء ده كويس، الراجل بيعمل حاجة كويسة أوي. بيعمل روتيشن خفي، بيعمل روتيشن، بيدخل كل واحد يلعب شوية ويريح ناس، فاللعيبة ما بتحسش ان هي لوحدها موجودة في الملعب. لا ده انا لازم اكافح عشان اعمل احسن ماتش عشان العب الماتش اللي بعده. ما حدش ضامن مكانه طول الوقت، ما فيش حد ضامن الاداء، هو اللي بيخلي اي لعيب موجود في الملعب. تمام، الروتيشن ايجابي جدا. طيب نمرة ثلاثة، كل اللعيبة بتتعامل معاملة واحدة، كل اللعيبة عندها يعني الراجل بيقعد مع كل واحد على حد، بيتعامل معاهم بنفس درجة الأهمية، انه مدي كل لعيب أهميته، وكل واحد بياخده على جنب بيصلح في الأخطاء اللي شايفها من وجهة نظره. مفيش حد كامل، كلنا عندنا أخطاء، فبيحاول هو يصلح خطأ كل واحد. طيب نمرة أربعة، اللعيبة ذات نفسها عندها إحساس، خلي بالك، ومتأكدين إن جمهور الأهلي زعلان من السنين اللي فاتت وعايزين يعني يرجعوا يجيبوا لنا البطولة، فالإحساس ده مش عايز اللعيبه تسيبه. طيب امتى هنحس بيه؟ لو حسينا بالزهو والفخر ومناخيرنا فوق. وخلي بالك الماتش الجاي ده ماتش محوري وفيصلي. ليه؟ اعتقد ان فرقه الزمالك مش في كامل يعني مش في كامل مستواها، على عكس تماما احنا ماشيين كويس جدا، ولكن عمره ماتشات الاهلي والزمالك ما بتعتمد على بتبقى ماتشات سهله، مالهاش دعوه، مالهاش دعوه كمان بيعتبرها بطوله خاصه، مالهاش دعوه مين فايق ومين مش فايق، بتعتمد على الرجوله والقلب والمجدعه وقت الماتش نفسه بالظبط. فالماتش ده لو مشينا فيه كويس اعتقد ان احنا هنبتدي نعمل فرقه زي الفرقه بتاعه 2005. ليه بقى؟ بتطالب اللعيبه في ماتش الاهلي والزمالك يوم 19 ان شاء الله ان هم يلعبوا بمنتهى الجديه، بمنتهى التركيز، بروح قتاليه، زي اللي عملوه في السوبر، لعيبه الاهلي زي اللي عملوه في السوبر بالظبط. لو لعبنا زي ما عملنا في السوبر اعتقد النتيجه هتبقى ايجابيه، وايجابيه برقم كويس جدا. لو عملنا زي ما عملنا اخر 25 دقيقه ربنا يستر ما تبقاش يعني الدنيا. ليه؟ لان خلي بالك مش احنا مش هم اللي كانوا فايقين، احنا اللي خسرنا نفسينا او يعني مش خسرنا، احنا اللي دخل فينا جونين باخطاء فرديه مننا احنا، فسمحنا لهم انهم يكونوا متواجدين، غير كده احنا كنا متسيدين المباراه. فاتمنى ان احنا نكمل ال 90 دقيقه زي اول 60 دقيقه في ماتش السوبر. طيب كابتن احمد، قرعه الاهلي في دوري ابطال افريقيا، القرعه اوقعت الاهلي مع كل من ابطال انديه افريقيه، طبعا نجم ساحلي من تونس وبلاتيني من زيمبابوي والهلال السوداني، شايف ازاي المنافسين والاهلي والمنافسه، مستوى المنافسه في المجموعه دي؟ اعتقد مجموعه الى حد ما مش قويه جدا، يعني في مجاميع اقوى مننا، بس يعني وطبعا طبعا وضع النجم الساحلي دلوقتي بان المدير الفني فوز البنزرتي استقال بقاله 15 يوم، واللي ماسكه المساعد بتاعه ما بيلعبوش في سوسه، بيلعبوا في تونس، مرحله فيها اضطرابات فنيه شويه فريق النجم، فيعني واحسن حاجه ان احنا عندنا اول ماتش هناك، خلي بالك تاخده وتخلص منه ان شاء الله، يبقى الماتش ده تعدي عقبه يعني بالزبط. لانه منافس عنده خبرات وبتلعب على ملعبه الاول، يعني ده يعتبر من اصعب المحطات في المجموعه دي. الناحيه الثانيه عندنا الهلال السوداني، انا مش هتكلم عن الماتش هنا وهناك، انا هتكلم عن الهلال السوداني، فرقه مهما كانت ملعبها للاسف ملعب سيء، لو بنلعب على اضاءه الاضاءه بتاعتها سيئه، الجمهور ولا اروع ولا احلى، اهل السودان الفرقه اساسا فرقه قويه، فالحمد لله ان احنا برده مش هنلعب في السودان لظروف عندهم ظروف سياسيه، فدي برده نقطه ايجابيه كويسه جدا في مصلحتنا، واخد بال حضرتك. الفرقه بتاعت زيمبابوي طبعا المدير الفني بتاعهم قال لك انا زملكاوي وعايز اكسب عشان الزمالك، يا عم اكسب، مش قصه يعني كبيره، بس مش هتعرف تكسبنا ان شاء الله، ان شاء الله يعني بامر الله مش هتعرف تكسبنا، ولكن الفرق اعتقد انها في متناول النادي الاهلي، حتى وان كان النجم الساحلي من احسن الفرق اللي موجوده في افريقيا، ولكن اعتقد ان في الوقت الحالي هم كمان مقيدين 16 لعيب بس، فاعتقد انهم في الوقت الحالي مش على ما يرام، واعتقد ان احنا ان شاء الله ان احنا لو ركزنا ولعبنا بنفس درجه التركيز والجديه زي ما بدانا الموسم عندنا افضليه في المجموعه. ان شاء الله هنتأهل اول ونعمل نتيجه كويسه جدا في المجموعه دي. طيب عايز انتقل معاك لبعض الامور اللي سامعين تركيز عليها طول الوقت، ان مستر فايلر بيقول للعيبه من بدايه الموسم ومن اول لقاءاته معاهم في استاد التتش من اول تدريب انه حريص جدا على الالتزام بالتاكتكس، على رؤيته الفنيه، وانه شرط استمرار اي لاعب هو التزامه بوجهه نظره الفنيه، اهميه الكلام ده في اي فريق مهما كان حجم القدرات والنجوم الموجوده فيه. تمام. هو احسن حاجه فيه انه عايز الفرقه تلعب بدماغه هو،
مش كل واحد يلعب على حده، وده يمكن بيبان في الضربات الثابته. خلي بالك احنا الحمد لله تاكتكس، يعني بقى لنا 4 ماتشات بنعمل تاكتكس في الضربات الثابته بنجيب منها اهداف. تمام. ودي مخليه اللعيبه كل واحد عارف دوره ايه، كره هتوصل امتى وهتتلعب امتى وازاي، فهو بيلعب بدماغه هو، ودي حاجه ايجابيه جدا جدا جدا. مش فارق معاه مين اللي المهم اللي ينفذ، حتى لو ما كانش في جوده اللي ما بينفذش، ولكن اللي بينفذ، لان دي الكره لعبه جماعيه. مش كل واحد يعني يبقى معاه كوره، طب ما روح العب تنس بقى، لو انت مش هتبقى في المنظومه بتاعه ال11 لعيب، روح العب تنس طاوله، روح العب تنس فردي، روح العب اي لعبه فرديه. شوف لاعب بقدرات رمضان صبحي الموسم ده، امكانياته مفيش خلاف عليها، قدراته البدنيه والمهاريه وسرعته في الملعب. فايلر ركز على ادائه انه يطوره جدا، الناس شايفه التهديف وشايفه التيم ورك اعلى في اداء رمضان الموسم ده، شايفاه مختلف خالص في طريقه انهاء الهجمه. طيب الاول عايز احيي اللي فكر ان احنا نبعت نشتري رمضان صبحي دلوقتي، لان كمان شهرين رمضان ممكن يرجع انجلترا تاني. يعني خلي بالك دلوقتي كان لازم العقد يتبعت ان احنا نحاول نشتري رمضان، وكفايه بقى عرى وكده. رمضان اتغير تمام، مستواه بيعلى دلوقتي قوي ما شاء الله، بقى حاجه تانية خالص. تمام. اولا بقى جماعي، ودي اكتر حاجه كانت مشكلتنا مع رمضان. اتنين، الكره الزياده ما بقاش يلمسها، كان بيلمس واحد واثنين وثلاثه، فاللعيبه السردباكات بتقف، ما بقاش الكلام ده يبقى موجود عنده. ما كانش بيروح على الجون ويهدف، كان على طول بيطلع على الطرف، يا يعمل بالعرض يا كره. دلوقتي لا، هو بيخترق ويروح على الجون. دي حاجات ايجابيه كتيره ما كانتش موجوده في رمضان. ده شغل جهاز فني، شغل مدرب. طبعا طبعا شغل جهاز فني. بص انا متاكد ان ازارو هيرجع مع الراجل ده حاجه ثانيه، لان مشكله ازارو في الفينش، والراجل ده بيهتم بكل صغيره وكبيره. لما ازارو ياخد فرصته اعتقد ان ازارو هيرجع في احسن، بص في احسن حال ليه مرت علينا، لان الراجل بيهتم بالصغائر اللي ما كانش بيهتم بيها المدربين السابقين، مع احترامي ليهم طبعا، بس انا شايف ان الراجل ده لو ركز مع ازارو، ازارو هيبقى حاجه ثانيه. طيب عايزين نتكلم شويه عن حراسه المرمى، ونتكلم عن مستوى حراس المرمى في النادي الاهلي حاليا، المنافسه بين الشناوي اكرامي علي لطفي، وفي نفس الوقت نتكلم عن مستوى حراسه المرمى في الدوري المصري بشكل عام، خصوصا ان احنا اللوائح عندنا ما بتسمحش حاليا باستخدام حراس اجانب. تمام. شايف ده لصالح المنافسه ولا لا، لصالح منتخب مصر ولا لا، ورايك في مستوى الحراس والمنافسه بشكل عام؟ طيب الاول طبعا القرار بتاع ان ما فيش حراس مرمى اجانب ده قرار 10 على 10، وخلى الدنيا بقت كويسه، ويا رب يعملوه في الاسترايكرز، عشان ما عندناش سترايكرز في منتخب مصر خالص، يا رب يعني. ادي نمره واحد. نمره اثنين، حراس المرمى في النادي الاهلي بخير. اعتقد الشناوي ماشي يمكن دي احسن سنين حياته، السنه اللي فاتت والسنه دي، ملعب كاس عالم وكاس امم افريقيه، ويمكن في منتخبنا في كاس الامم الافريقيه كان احسن لاعب في الفرقه، ولحد اخر مباراه كان ممكن ياخد القفاز الذهبي، بس يعني ربنا ما توفقش. ف الشناوي ماشي كويس جدا جدا جدا، الراجل المدرب الاجنبي ارفع القبعه، مدرب محترم جدا، بيشتغل بطريقه جديده على الشغل في مصر، مش اي حد بيشتغل بيها، رغم انه من القلائل اللي قرروا يصطحبوا معاهم مدرب حراس مرمى اجنبي مواطن من بلده، يعني اول مره نشوف حد جايب معاه من التيم المساعد له، دايما كنا بنشوف يا اما مدرب مساعد او مخطط احمال مع المدير الفني ومن نفس البلد، اول مره نشوف جهاز فني فيه المدير الفني الاوروبي حريص على ان يبقى معاه من مواطن من نفس البلد مدرب حراس مرمى. اكيد مستر فايلر بيعتمد على رجالته زي ما بيقولوا، عنده تيم له طريقه شغل. بالظبط زي ما بقول لحضرتك، كله بيلعب ال11 لعيب بالتكتيك بتاعه، المدربين بتوعه هم اللي بيوصلوا، لانه برضو واحد في المنظومه، يعني الحارس المرمى واحد من ال11 الموجودين في المنظومه، فاكيد ليه تكتيك معين بينفذه، واكيد اللي هيوصل التكتيك ده مدرب حراس المرمى الاجنبي. تمام. نرجع نقول ان الراجل بيشتغل كويس جدا، شايف ان الثلاث حراس ماشيين معاه كويس. انبه على نقطه معينه، المدرب الاجنبي لما جه لقى شناوي شريف وعلي لطفي ولقى مصطفى شوبير واحمد طارق سليمان ومعاهم رمضان بيطلعوا كلهم يتمرنوا، فقال لك لا، واحد بس يطلع لي كل اسبوع، انا مرن 4، لو مرنت 6 الثلاثه الاساسيين مش هياخدوا حقهم كامل، والثلاثه التانيين مش هعرف ازودهم في الكوره او اشوف النواقص بتاعتهم واعالجها، فواحد بس
من الصاعدين مع الثلاثة الأساسيين يجي لي كل أسبوع. طبعا قرار 10 على 10، قرار ما حد يعني مش كل الناس تعرفه، بس قرار هايل هايل. ده يدل على ان الراجل متفاني وعايز يصحح اخطاء كل حارس على جنب، مش عايز يشتغل خلاص، عايز التدريب يبقى له تاثير على اللعيبه، مش بيتدربوا خلاص بالظبط يعني. هو مش بيمرن وخلاص، لا ده بيمرن وفكره ان هو كل واحد يطلع مستفيد النهارده من التمرين. عشان كده بقول له شابوه فعلا، يمكن القرار مش ناس كتير تعرفه، ولكن قرار هايل. تمام. اعتقد ان حراسه المرمى في النادي الاهلي في الاوقات الانيه هايله جدا جدا، نتمنى انها تستمر على هذا المنوال. اما في الدوري العام تفتكر يعني هيعمل نفس التاثير يا كابتن احمد اللي قلت انه عامله مع اللعيبه؟ يعني هيقدر يوصل ولو ان عمليه الروتيشن او التدوير في حراسه المرمى قليله جدا، دايما مطلوبة. الحارس وغير مطلوبه، الكل متفق على انه تثبيت الحارس الافضل في كل مرحله امر مهم وايجابي لكل فريق. أكيد. لكن يقدر ينقل للثلاثه احساسهم باهميتهم ودورهم مع الفريق، انهم يبقوا دايما في حاله استعداد كامل وجاهزيه كامله لو الفريق يحتاجهم، شريف وعلي لطفي بنفس اهميه الشناوي في الملعب. اكيد أو طبعا للفريق. بص انا قلت لحضرتك الجزئيه اللي فاتت انه مش عايز يطلع حد زياده معاهم عشان يمرنهم كلهم على مستوى واحد. تمام. فدي طبعا اكيد واصله له. طيب نمره 2، الناحيه الناحيه النفسيه اعتقد ان مستر فايلر وجهازه بيشتغل عليها بطريقه هايله. نمره 3، واحد زي شريف حدث ولا حرج، خبره كبيره جدا، حارس كبيرة مميز جدا وابن ناس ودماغه كبيره وبيحب النادي الاهلي ومشجع درجه ثالثه وانسان محترم جدا وكلامه رزين وعارف ونفسيته طيب واحساسه زي بالظبط، احساسه الداخلي بالمنافسه احساس طيب، احساس بالزبط. ايجابي ان انا نفسي اشارك وبنافس لكن بحب زميلي، طالما زميلي ماشي كويس يبقى ربنا يكرمه. شريف بني ادم بيور عشان يعني في نقاء من جواه. عشان كده بقول لحضرتك مش محتاج ان انا اتكلم على شريف، لا شريف عارف هو بيعمل ايه وامتى وازاي ومستني دوره، واكيد دوره هيجي لا قدر الله في اصابه لا قدر الله في وقف، انما هو عارف ان دوره هيجي. وحتى لما الناس بتتكلم عليه طبعا انا برفع له قبعه، الناس بتقول له يعني يمشي وبتاع وكلام، قال لك لا انا ابن اكرامي، انا من عائله اكرامي، محكوم عليا اتواجد في النادي الاهلي الى الممات، فانا برفع له قبعه وبقول له كلامك ده مؤثر بالايجاب على فرقتك ومؤثر للجمهور. مش اي حد عنده الـ 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 زي ما بيقولوا كده التفاني، مش اي حد عنده ان هو ما يظهرش بس موجود بيحب النادي، حب النادي والوفاء للنادي يا جماعه. كمان شريف كان في مرحله كبيره جدا سوبر ستار، كان هو الحارس رقم واحد في الفريق، كان الحارس رقم واحد في منتخب مصر، فمش سهل عليه يتعامل مع ده الا لو كان عقليته احترافيه وبيحب النادي الاهلي قوي وعارف دوره كلاعب او كحارس مرمى. مع شريف من 2010 2017 ستاندنج في النادي الاهلي، فهو عارف هو بيقول ايه وعارف بيعمل ايه وعارف بيتكلم مع مين. فطبعا انا برفع له قبعه وبقول وعارف ومتاكد ان لما تجيله الفرصه ان شاء الله هيبقى على مستوى هيبقى على قدر المسؤوليه، الثقه فيه والمسؤوليه. علي لطفي نفس الكلام، وعارف ان الـ 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 الفرصه هتجيله متاخره شويه بس هو من واجبه ان هو لازم يصبر. دايما الحارس الثالث اللي بيقولوا عليه دايما ايوب، لما يبقى معاه اثنين حراس كبار او نجوم سابقينه دايما في الاختيار او اقرب للاختيار وهو حارس كفء، دايما تبقى مهمه صعبه جدا عليه يا كابتن. اكيد الحارس الثالث ده مشكلته انه معاه اثنين حراس كبار فمش هتجيله بسهوله، فرص مشاركته بعيده دايما. كابتن شوبير قالوا عليه ايوب عشان كان معاه كابتن ثابت رحمه الله عليك وكابتن اكرامي، ولما خد الفرصه خدها باعجوبه، الاثنين اتصابوا مع بعض ودي جت من عند ربنا، ما بتحصلش كتير. تمام. الكلام ده في 81 اعتقد او 80 الاثنين اتصابوا مع بعض، فدي طبعا صعبه شويه. تمام. فعلي لازم يصبر ويعني لازم يكون ايوب، ما هو يا اما يا ايوب يا يونس، وان شاء الله يجي له الفرصه في وقتها من غير ما حد يتصاب. ان شاء الله ان شاء الله مش عايز يعني مش عايز حد يتصاب باذن الله، ما نتمناش حد يتصاب ويبقى كل فرقتنا متكامله، لكن يبقى له دور في وقت من الاوقات ان شاء أكيد الله. اكيد ان شاء الله هيبقى هيجي له وقته، بس انا زي ما بقول لحضرتك انا جربتها وكنت ثالث برضو، بس انا ما استحملتش، انا بقيت يونس، خدت المركب ومشيت، قلت عايز العب، جالك وقت وقلت انا كل واحد وليه دماغه، انا قلت انا عايز العب وخلاص. كده كده اللي بيلبس فانيله النادي الاهلي بتبقى شرف ليه ليوم الدين. تمام. انما لو بتخليه يعني بصراحه كابتن احمد ما كانش ده فارق معاك انك بتروح نجم في اي نادي بتتعاقد معاه؟ الحمد لله طبعا، يقول الحارس اللي جاي لنا الجون اللي تعاقدنا معاه من النادي الاهلي اكيد بتفرق أكيد. مع اسم اللاعب او ابن النادي الاهلي في اي حته ستار ستار. يعني هي بص انت جاي من النادي الاهلي خلاص انت نجم وبتوقع على بياض من غير ما يعني النادي اللي انت بتوقع معاه شروطك بتمليها عليه، عكس لما تيجي من انديه ثانيه لا انزل الملعب نبص عليك نشوفك واخد بال حضرتك. فدي فرق كبير جدا. فهي طبعا انا شايف ان علي هيتعب شويه بس فرصته هتجيله، كمان علي جون مش كبير يعني علي 29 سنه اعتقد السنه دي هيوصل 30 يعني
بينه وبين شريف 8 سنين، بينه وبين بين الشناوي اعتقد سنتين او ثلاثه، ففرصته هتيجي هتيجي، انما امتى؟ وهو شفناه في مراحل قبل كده مع المنتخبات سواء منتخب الشباب او الاولمبيا، كان ماشي في انبي كويس ممارس ومع انبي في الدوري، حارس مميز بجميع الاراء، ما فيش خلاف على مستواه الفني كمان جدا. فلا اعتقد ان احنا مش عايزين نظلمهم، انما لما يجي وقتهم انا متاكد ان هم يبقوا على قدر المسؤوليه. طيب البدايه، بدايه الاختيارات مع منتخبنا الوطني الاول حاليا جهاز، بعد تكليف الكابتن حسام البدري بالمهمه في المعسكر الحالي معسكر اكتوبر، محمد الشناوي، محمد بسام، محمد عواد، رايك في الاختيارات؟ هايلة. اولا اتكلم من الاخر، محمد بسام الراجل بقاله سنتين بيعمل اللي عليه وزياده ومحدش بص عليه، تمام؟ ماشي كويس جدا 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 السنه دي، عامل بدايه في الدوري 3 ماتشات ولا اروع، كان سبب في مكسب انبي ماتش 1-0، صد ضربه جزاء، يمكن خسر الانتاج وكان الى حد ما سبب، بس كان ماشي كويس جدا. الماتش اللي بعديه اعتقد كسبوا 3-1 في ملعبهم وعمل مباراه جيده جدا، مش اي حد يبص عليه، اي خبيره من كابتن ايمن طاهر بحييه عليها. يمكن كابتن ايمن طاهر في مشكله عنده كبيره جدا، انه عنده 3 حراس في نادي الزمالك، اذا كان محمد عواد، محمد ابو جبل، جنش ربنا يشفيه ويعافيه ويرجعه من الاصابه ان شاء الله، الثلاثه متواجدين في نادي واحد وللاسف مش هيقدر ياخد غير واحد فيهم، مع ان الثلاثه السنه اللي فاتت كنا موجودين مع كابتن احمد ناجي في المنتخب، ودي حاجه مش ايجابيه للاسف، حاجه سلبيه. كان لازم الاثنين التانيين يفكروا يلعبوا امتى، يمكن جنش لما يرجع ما اعتقدش انه هيكمل في نادي الزمالك، انما دي النقطة السلبية في نادي الزمالك. الناحية الثانية نقطة سلبية في النادي الأهلي، ان محمد الشناوي وشريف إكرام موجودين في النادي الأهلي، وكان المفترض انه ممكن ياخد الاثنين لو كان شريف بيلعب في حتة ثانية، فهو برضه فدي برضه نقطة هتخلي واحد فيهم مش بيشارك بالزبط، فيحرم لفترة الفترة اللي جاية من المنتخب بالظبط. احمد الشناوي مصاب، اللي بيلعب طب سؤال عشان بس على ذكر ابو جبل وعلي لطفي، قول لي اذا كان كلامي صح ولا غلط، في حاجه متشابهه في اداء الاثنين؟ علي لطفي وابو جبل؟ لا خالص، انا في وقت من الاوقات كانوا طالعين في مرحله واحده، يمكن سنهم قريب، شفناهم في فتره من فترات منتخبات اقل من المنتخب الاول، منتخب الاولمبي، وكانوا ظهروا في فتره واحده، فتعودنا نتابع الاثنين في نفس الفتره وفعلا كانوا مميزين. طيب، من اول ظهور له الاثنين ادائهم مش متوازي، ولكن مش متقارب من بعضه، ولكن لكل واحد ستايله. يعني ابو جبل بيلعب من الحركه كويس جدا، الاوفرات ويغطي ورا خط الظهر، يمكن عنده تنقص حته سرعه رد الفعل. علي لطفي عنده بقى الميزه دي، انه عنده سرعه رد فعل كويسه جدا، بس تعاملاته في الاوفرات وبيغطي خط الظهر يمكن قليله، ودي اللي هتيجي بالماتشات وهتيجي اللي هي الفوت ورك، شغل الجون في الحركه بالزبط. سواء يتحرك امتى للكره العرضيه او انه يعمل دور الباك او المدافع، بس علي عنده الصد الحراسه من الثبات مميزه، الطيره وصدت الكوره، فاهم؟ فكل واحد فيهم ليه مميزاته، ولكن الاثنين طالعين مميزين. انا فاكر ظهورهم الاول، المشكله ان هم طالعين من مدرسه واحده، خلي بالك. احسن نادي في مصر بيطلع حراس مرمى دلوقتي بعيدا عن النادي الاهلي هو نادي انبي، تمام؟ عندك علي لطفي، عندنا ابو جبل في الزمالك، المهدي سليمان حارس ولا اربع ولا اروع ولا اروع كمان، خصوصا بعد ما احمد الشناوي اتعور، الراجل ماشي بخطى كويسه جدا، مع ان عبد المنصف من نادي الزمالك وقبل الاتحاد عثمان، ولكن السنين بتاعته في انبي هي اللي مخلياه يلعب لحد دلوقتي، تمام؟ هل تقصد ان شغل التدريب حراس المرمى في انبي انه شغل مميز جدا، فعامل فرق، مدي عبد المنصف استمراريه في الملعب، وهو حارس عنده خبرات بصراحه جدا جدا جدا. فانا شايف ان مدربين حراس المرمى في انبي يعني حاجه كويسه جدا، وماشيين بطريقه، لان على الاقل كل سنه بيطلعوا، خلي بالك الاثنين اللي موجودين دلوقتي الانديه الكبيره كلها هتتكلم عليهم، اذا كان عبد العزيز البراعوطي او محمود جاد، اثنين حراس جيدين جدا جدا جدا، وسنهم صغير، واحد 23 سنه، واحد 21 سنه او 22 سنه، والاثنين كويسين جدا، مع الخبرات هيبقى حاجة مميزة جدا. هو كمان من المعلومات اللي عرفتها ان عبد المنصف في بداياته كان لاعب خط وسط قبل الحارس، وانه المدير الفني لفريق وادي دجلة بيعتمد عليه بدرجة كبيرة، لانه بيحب في طريقة اللعب او تحضير الهجمة يبقى فيه دور زي دور الباكات او المدافعين بيبدأوا الهجمة لحارس المرمى، فشايفين ان هو معتمد بنسبة كبيرة على محمد عبد المنصف انه بيقدر يأدي المهمة دي. أكيد بيلعب كورة برجله كويس. اكيد، لا هو لعيب كورة كويس جدا، خلي بالك مش اي حد يبقى لعيب كرة في مصر، انا ما شفتش اثنين لعيب كرة حراس مرمى زي شريف اكرامي ومحمد عبد المنصف، يعني اثنين، ومصطفى كمال، مصطفى كمال لعيب كرة كويس قوي، دول الثلاثة اللي انا شفتهم بيلعبوا كرة كويس،
يمكن عبد المنصف بداياته كانت معايا، خلي بالك انا عبد المنصف مواليد برضو 1/77 ومنتخب اولمبي مع بعض وعشرنا بعض فتره كبيره جدا. عبد المنصف لعيب كره كويس قوي هايل، مركز لحد دلوقتي انه موجود في الملعب، وخلي بالك مش سهله، مش سهله والله. يعني انا فرفرت من اخر سنتين، اعتزلت السنه اللي قبل سن فاتت سن 40 برضه سن تعتبر حارس، قعدت في الملعب لحد فتره، لعبت فتره كتير. طويله فلا يعني سنه صعب، نتمنى له دوام التوفيق. وخلي بالك هقول لك على نقطه مهمه جدا، عبد المنصف ثالث لاعب على مستوى العالم يلعب 24 دوري متتالي. نقطه ما حدش كتير يلعب 24 بطوله متتاليه، ده رقم قياسي لمحمد عبد المنصف، رقم قياسي مصري وعالم. ورقم ثلاثة على العالم، على العالم. يسبقه لاعب من اليابان ولاعب من كولومبيا، حارس مرمى من اليابان، تخطوا رقم ال 24 بطولة، تخطوا 24 بطولة. لكن على مستوى افريقيا والعالم العربي ومصر، عبد المنصف هو اللي قدر يلعب 24 دوري متتالي ان شاء الله بيلعب فيه. ربنا يزيده يا رب ويبقى 30، لان ده هيبقى ريكورد ليه هو ولمصر. تمام، نوع من النجاح للاعب برضه أكيد. يعني استمراريه اللاعب ونجوميته وحجم البطولات والانجازات، وبنشوفها كمان في الاستمراريه، جت في لاعب كان عنده المعادله كلها، النجاح لانه في النادي الاهلي والاستمراريه والعطاء في الملعب، كابتن اسامه عرابي. الناس كانت بتشيد بقدرته على الحفاظ على مستواه، وانه فضل لحد مرحله الاعتزال وقرار الاعتزال مهم جدا في الملعب ومؤثر جدا. كابتن اسامه عرابي لحد 38 سنه هو واحد من اللي بنعتمد عليه في خط المنتصف، حتى لو كان احتياطي كان بينزل بيقفل حته معينه او بيساعد في حاجه معينه، كان بيعملها بطريقه غير طبيعيه. اهلي وزمالك تبقى مطمن ان اسامه عرابي لازم يكون موجود. شوف لازم يكون موجود في اي وقت، اي حد بيزيد هو اللي بيرجع يغطي مكانه، باك رايت بيزيد تلاقيه واقف باك رايت، باك ليفت بيزيد واقف باك ليفت، سرد باكين، اي حد بيزيد فيهم، لان احنا كنا بنلعب ساعتها 5-3-2 كان بتلاقي اسامه عرابي موجود. يعني كان عنده قدره غير طبيعيه على انه التفكير السريع في الملعب، وده اللي لعبه. خلي بالك كابتن اسامه لعب بدماغه اللي خلاه يلعب ويقعد الفتره دي كلها. طبعا محافظته على لياقته البدنيه، ولكن انه كان بيلعب بدماغه، اي حد يغلط يروح يشيل الغلط بتاعه، فيظهر انه ايه بيعمل مؤثر تاثير كبير جدا. بالظبط كان بيهتم على طول، كان يقول لنا كده واحنا صغيرين، يقول لنا ما تسيبك من البدايه، ما تزعلش ان المدرب ابتدى بيك ولا ما ابتداش، اخر لقطه في الدوري، اخر 10 ماتشات في الدوري هم اللقطه السنويه، سيبك من البدايات، البدايات بتتنسي، الناس بتفتكر اخر 10 ماتشات في الدوري كنا ايه وعملنا ايه وهنعمل ايه. فالبدايات كستاندنج هلاعيب يبقى موجود في ال11، مش دي المهمه. انا ممكن اقعد احتياطي في الاول، بس طول الموسم امشي كويس لحد ما اجي اقصر. الناس تخلص الموسم فاكره اللعيبه اللي فنشت الموسم، فلما يجوا يتعاقدوا معاك يتعاقدوا معاك بمبلغ اكبر. فدي بص الذكاء في ايه؟ ذكاء في حتة صغيره، ولكنها بتبين هو ليه لعب لحد 37 سنه. طبعا هو من العلامات يعني النادره في تاريخ الكره في مصر وفي النادي الاهلي، كابتن اسامه عرابي بلا جدال واحد من النجوم الكبار. هرجع لسؤالي، يعني راضي فنيا يا كابتن احمد عن الاختيارات اللي بدا بيها منتخبنا او الجهاز الحالي لمنتخبنا الوطني الاول، الثلاث اختيارات في مركز حراسه المرمى، شناوي، بسام، عواد، شايف الاختيارات موفقه؟ جدا جدا، وما فيش احسن منهم. ممكن انا بس كنت اتمنى ان مهدي سليمان ينضم معاهم، لانه حارس جاي جدا، عامل ماتشات الحقيقه وعامل ماتشات هايله، مسمين بيعمل ماتشات، والراجل كل ما ينزل يعني احمد شناوي بيلعب على طول، كل ما يتعور احمد شناوي لان اصاباته كتير، بينزل المهدي بيشيل فرقه بيراميدز. حتى في ماتشنا احنا الاخير اللي خسرناه كان شناوي ماشي كويس، طلع الشناوي نزل المهدي اخر 25 دقيقه، شال انفراد وشال كره من تحت العارضه عادي. فيعني الولد كل ما بينزل بيبقى موجود. فانا كنت اتمنى انه يكون متواجد، ولكن هي الاختيارات المتاحه والممكنه لكابتن ايمن طاهر وكابتن حسام البدري، اتمنى لهم التوفيق وان شاء الله يبقوا دويتو محترم مع بعض ان شاء الله. تجربه احتراف حارس مرمى مصري خارج مصر، تمام. لماذا هي تجارب قليله جدا في اوروبا؟ تجارب يعني تتعدى على اصابع اليد الواحده، عندنا كابتن عصام الحضري، كابتن نادر السيد، تجارب قليله جدا، وحتى على مستوى المنطقه العربيه او افريقيا برضو التجارب قليله. ليه؟ طيب مركز الحراسه مركز صعب، مفيش كلام. يمكن واحنا في السن الصغير بنبقى هايلين، 15 16 17 سنه الحراسه تبقى جيده جدا جدا جدا، في الاخر بقى الحته اللي فيها الكحكه صغير، المدرب اللي بيطلع الحارس على احسن مستوى يلعب في الفريق الاول، دي يمكن عندنا نقص. احنا في التكوين الحارس وامكانياته ونعمل الحارس كويس وازاي يتعامل مع الكوره وكل حاجه هايله جدا، ولكن الحته بتاعت تحت الثلاث خشبات ليها رونق خاص وليها شغل خاص بيها، دي يمكن عندنا احنا متاخرين فيها شويه. تمام، دي نمره واحد. نمره اتنين،
احنا عندنا زي ما بيقولوا كده الجسمان كويس جدا جدا، او شاسيه زي ما بقول عليها شاسيه، الجسم بنى الجسم نفسه شكل جداً تكوين جداً الاجسام. ولكن يمكن ينقصنا الناحيه في ايه، في السرعه البدنيه، لا مش السرعه، الفتنس او المرونه او اللياقه، قوه التحمل، الحاجات دي مش عندنا بصوره مميزه ومش اي حد بيشتغل فيها. تمام. عندنا نقطه مهمه جدا سلبيه في مركز في مدربين حراس المرمى زمان، المدرب اللي ما بيلوش حته بيقولوا له اشتغل مدرب حراس مرمى. دي حقيقه وحقيقه واقعه وموجوده لحد يومنا هذا، الا من رحم ربي. في انديه كبيره وبتلعب دوري ممتاز، المدربين بتوعها ما لعبوش تحت الثلاث خشبات، فما عندهمش الاحساس اللي يوصلوه لحارس المرمى المتواجد ازاي يبقى متواجد. تمام. هل بتشوف يا كابتن احمد انه من ضرورات ان تصبح مدرب حراس مرمى مميز ومؤثر انك تكون كنت حارس مرمى؟ اكيد اكيد، لان مش هحس الكره دي كانت فين ونزلت ازاي اوفر معمول من هنا، انا المفروض ابقى موجود فين، هاخد خطوه ولا مش هاخد خطوه، هطلع ولا ما اطلعش، طب الكره اتعملت ثرو من ورا خط الظهر، طب انا المفروض مكاني تمركزي يبقى فين، وحركتي وسرعتي تبقى ازاي. لا طبعا طبعا، لازم يكون، بص لازم يكون على الاقل لعب من 6 ل 10 سنوات تحت الثلاث خشبات. وفي معادله تانية برضو الناس ما بتستوعبهاش، فكره انه ممكن يكون افضل مدرب حراس مرمى ما كانش افضل حارس مرمى، كان حارس مرمى متوسط او جيد. طيب. وغيره كان سوبر ستار بس بقى مدرب حراس مرمى جيد ومش سوبر كمدرب. طيب. فهمنا المعادله دي. طيب هقول لحضرتك حاجه. مارادونا احسن لاعب لعب كره في العالم، هل هو مدرب جيد؟ مدير فني متواضع جدا. بيليه ما مرنش خالص، كابتن محمود الخطيب ساب الحته التدريبيه الفنيه التدريب واشتغل الناحيه الاداريه. احسن لعيبه في العالم بيبعدوا عن ما فيش غير زيدان اللي عملها. جوارديولا هل هو كان رقم واحد؟ ما كانش بس سوبر، هو في التدريب بحاجه ما شاء الله. الراجل بتاع ليفربول يورجن كلوب كان لعيب عادي جدا وبيلعب في الدوري النمساوي والدوري اليوناني ولعب في المانيا كان بيلعب في ماينز ثلاث اربع سنين. دلوقتي مدرب عالمي. تخلي بالك التدريب دي موهبه زيها زي الحراسه، مختلفه عن موهبه اللعبه. انا بقول لحضرتك في مركزنا في الحراسه موهبه التدريب غير موهبه اللعب خالص. تمام. الموهبه بتاعه التدريب دي حاجه وموهبه اللعب حاجه تانية خالص، يعني ملهاش اي علاقه. كابتن ثابت كان فيه احسن منه في مصر الله يرحمه، وبعد عن التدريب خالص، اشتغل سنه ولا سنه ونص في السعوديه وسنه في ليبيا ورجع اشتغل. كابتن ناجي حقق نجاحات كمدرب حراس مرمى اكثر كثيرا مما حقق كحارس مرمى 100 مليون مره، ومفيش خلاف ولا جدال عليها. كابتن ايمن طاهر هيحقق نجاحات، وانا بقول لك اهو تفوق نجاحاته كحارس مرمى. اكيد اكيد. خلي بالك كابتن ايمن من الحراس، انا اتمرنت معاه 3 سنين في الحرس وسنه في بتروجيت، مدرب هايل ومدرب كويس جدا جدا جدا. راجل كفايه انه راجل بقاله 12 سنه ولا 11 سنه ماسك نادي الزمالك، ولما ما بيمسكش بيروح ويجي، فهو مدرب هايل جدا جدا. اعتقد انه هيبقى حاجه مميزه. اللي انا عايز اقوله لك، طول عمر التدريب موهبه غير موهبه اللعب خالص. يعني ايه اللي لو طورناه يخلي عندنا حراس مرمى اكتر محترفين بره مصر، وعندنا نجاحات على مستوى بعض اللاعبين في دوريات اوروبيه نشوفها كمان مع حراس المرمى؟ طيب واحد واثنين وثلاثة، الثقافة والاطلاع. الثقافة والاطلاع، احنا عندنا كل حاجة هبهازرد ليه كده؟ مش يعني ما عندناش أسس. اللي عايز يشتغل مدرب حراس مرمى يخش على اليوتيوب يجيب له تمرينتين ويشتغل هوب دب هوب دب. طب التمرين ده ليه وعشان ايه وعشان تحسن بيه ايه وايه المفترض منه وازاي تعمله على احسن مستوى؟ طب الناس اللي بتعمل التمرين بره ده، التمرين ده هم عايزين منه حاجه معينه، ممكن شغل سرعه رد فعل. انت الجون اللي عندك سرعه رد فعله عاليه، مش محتاج سرعه رد فعل، انت عايز قوه انفجاريه، انت عايز اداء مميز سرعه مميزه بالقوه، انت عايز حاجه. واللي بيعمل بره ده بياخد حاجه تانية من التمرين. هقول لك على حاجه ظريفه قوي، انت لو شفت مدرب عادي جدا موقف اتنين لعيبه بيباصوا لبعض بيباصوا لبعض، انت ممكن تقول المدرب ده ما عندوش فكره، بس انا هقول لك حاجه بقى، لا ده في 5 اهداف مثلا ولا 4 اهداف، 2 1 الاستلام، 2 الحركه اثناء اللعب، 3 تنظيم يحط بطن رجله ازاي في الكوره، 4 التفاهم بينك وبين الزميل وازاي يبقى في كونتاكت بينك وبينه، مع انه تمرين باص اتنين بيباصوا قدام بعض، بس انا كمدرب عايز ايه من التمرين ده؟ هي دي القصه. عندنا في مصر مفيش قراءه، مفيش اطلاع زي ما بقول لحضرتك، في بس
الثقافة مش مكتسبة، ثقافة تتفرج عليها فانت بتقلدها بتحاول تقلدها، الا من رحم رب عشان بس احقاقا للحق. كابتن احمد ناجي ما بقاش كده غير لما قرا. كابتن ابراهيم رياض موسوعة في تدريب الحراس متنقلة. كابتن فكري صالح نفس الكلام. الناس دي، كابتن احمد ناجي، كابتن اكرامي، الناس دي كلها احنا عارفين ان هي غير ان هي مارست ولكنها بتقرا وبتطلع، ودلوقتي بقى محاضرين. كابتن احمد ناجي في دوره سيل اللي فاتت بتاع الاتحاد الافريقي كان بيحاضر في الدوره، اصبح محاضر مرموق في تدريب من 10 ايام كان بيحاضر في الدوره الافريقيه. احنا عندنا تاريخ طويل يا كابتن احمد، يعني بدات مع الكابتن مصطفى كامل منصور عام 37 تمام، واحترف في كوينز بارك تمام. كان عندنا جذور للحكايه وتاريخ للحكايه بيقول او يوم وصل سيمي فاينل للكاس مع يعني بطوله الكاس مع كوينز بارك. الواحد لما ينظر لتاريخ الكرة في مصر وخروج حراس مرمى من الثلاثينيات يقول ان احنا هنتوسع في التجربة دي. التوسعات كلها جت في تجربة احتراف لاعبين وليس حراس مرمى. طيب برضو عشان ما نظلمش المواضيع، انت بتتكلم 37 قديم قوي، بعدين احنا مررنا بظروف سياسية صعبة 52 56 67 73، ظروف سياسية صعبة جدا الفترة دي. لما دخلنا الثمانينات الناس كانت عدت عننا بكتير. في البدايات احنا كنا قريبين منهم في الكوره، في الثمانينات واوائل التسعينات العالم بيلعب كوره واحنا بنلعب كوره ثانيه خالص تمام. ما بقيناش على قدر المستوى اللي بره، وان كان الحراسه جيده. يعني انا شايف ان عصام من وجهه نظري عصام الحضري مع ان كل جمهور الاهلي ناس زعلان منه، ولكن هو واحد من افضل 10 حراس مرمى انا شفتهم بعيني بيلعبوا على مستوى العالم، على مستوى من ده وجهه نظري انا الشخصيه. طبعا حقك طبعا يعني طبعا، وهو ناس كتير قالت عليه كده في فتره تالقه طبعا على المستوى الافريقي. الامكانيات موجوده ولكن ازاي نسوقها على فكره. دي مشكلتنا في كل حته. هو عماد متعب ما يلعبش في اي حته في اوروبا في عز تالقه، ابو تريكه ما يلعبش في اي حته بره في اوروبا، بركات ما يلعبش في حته في اوروبا. احنا ما بنعرفش نسوق حاجه، بضاعتنا حلوه ما بنعرفش نسوقها، وبنحب نداري على بضاعتنا عشان الشمعه تقيد والشمعه بتولع فينا في الاخر. طيب رايك ايه في تجارب حراس المرمى الكبار في تاريخ الكره الاوروبيه او العالميه اللي اتجهوا للتدريب؟ عندنا ميشيل بردوم البلجيكي، عندنا دينو زوفي الايطالي، عندنا عدد من التجارب مش كلها نجحت، والتجارب الناجحه منها كمدير فني مش كمدرب حراس المرمى كانت قليله جدا. طيب ليه؟ بتاع روسيا اللي ماسك منتخب روسيا دلوقتي الراجل اللي اقرا ده حارس مرمى بادو زاكي مدير شيزوف. فني شيزو بادو زاكي مدير فني زوف مسك مدير فني شويه وساب الشغلانه خالص على فكره يعني. هو بادو زاكي كمان كان حارس عملاق وناجح طبعا جدا ولم يوفق. دينو زوف كان افضل في العالم في فترته بشهاده اراء كتيره جدا لكن لم يوفق كمدير فني. طبعا اكيد الحارس انت عشان تبقى حارس لازم تكون تكتيكالي هايل جدا جدا جدا. لازم تكون الفرقه اللي انت بتلعب فيها عارف انت بتلعب بانهي نظام وايه فايدتك وايه انت بتعمل ايه في الناحيه الهجوميه. خلي بالك الناحيه الدفاعيه انت حارس لازم تكون ملم بكل حاجه عشان تواجه زمايلك باك رايت باك ليفت سيرد باكين، تواجه نص الملعب لازم يبقى فيه كلام كتير فانت بتبقى عايش في اجواء اللقاء ودماغك شغاله ايه اللي المدرب ممكن يعمله. طب ناحيه هجوميه انا ببقى برضو بسمع كل حاجه عشان اعرف احرك الناس حواليا. فمش قصه ان ده حارس مرمى فما ينفعش يبقى مدير فني، لا طبعا ينفع، ولكن يمشي بخطوات زي ما بقول لحضرتك قراءه اطلاع انه لازم يعوض انه ما كانش لاعب كان حارس مرمى يلم بجوانب اكتر تكتيكيه في الملعب. يمكن عكس حراسه المرمى اللي بقول لحضرتك عليها في مدربين كتير زي مورينيو يعني بقوا حاجه تانية وهم مش ما لعبوش كوره ما مارسوش كوره، فدي حاجه ودي حاجه عندهم موهبه. فممكن يكون حارس مرمى عنده موهبه ساري مدرب يوفنتوس دلوقتي طبعا يعني. فانت انت ما تقدرش تتكلم على مدير فني، مدير فني لا دي بقى دراسات وقصص وحكايات الطريقه دي بتتلعب ازاي والطريقه دي بتتلعب ازاي ومين يتحرك هنا ومين يتحرك هنا، فدي قصه تانية خالص. مش معنى ان انا كحارس مرمى ما اقدرش اعملها، لا انا اقدر اعملها بس لما اركز فيها وابتدي اشتغلها. انما كل معظم الناس اللي اشتغلوا او الحراس الكبار اللي اشتغلوا مدربين مديرين فنيين يمكن فشلوا ما عدا الراجل بتاع روسيا ده معاه من فرقه هايله ما شاء الله. وبردوم كان تجربته ناجحه يعني كمدرب حقق كمدير فني حقق بعض النجاح او تجارب ناجحه مقارنه باسماء كبيره جدا كانت زي حراس مرمى كبار ومن علامات حراسه المرمى في العالم، لكن لم يوفقوا زي ما قلنا زوف وغيره من الحراس الكبار. وايضا بادو زكي طبعا من اعظم الحراس اللي شفناهم
في العالم العربي في قاره افريقيا، لكن لم يوفق، النتائج ما كانتش في صالحه كمدير فني. طيب كابتن احمد، حضرتك درست الصيدله، حضرتك دكتور صيدلي، هل بعدت تماما عن المجال الفني وكره القدم؟ ليه ما فكرتش وانت بالشخصيه دي وتركيزك والمامك باهميه المعلومات والدراسه والتطوير على انك تبقى مدرب حراس مرمى او تتجه للمجال ده وتعمل حاجه تجربه مختلفه بقى احترافيه اكتر؟ طيب يعني كل اللي اقوله لحضرتك انا بحاول وماشي بطريقه الحمد لله، اعتقد بخطوات ثابته يعني مع نفسي. زي تحضر دلوقتي دورات او بتاخد اعلى من يعني لايسنس او درجات اعلى في التدريب؟ مراسل ناس كمان، مراسل في الاتحاد الاسيوي بعض الناس براسلهم والحمد لله بيدوني كل جديد. كابتن احمد ناجي ما بياخرش عليا حاجه، كابتن ابراهيم عبد العزيز ما بياخرش عليا حاجه، كابتن فكري صالح على طول بتكلم معاهم، كابتن ابراهيم رياض، الناس دي متواجد معاها وفي حضنها زي ما بيقولوا عشان يمدوني كل جديد. بقرا بطلع. طب وطموحك بشوف. عشان تترجم ده او تطبقه في الملعب؟ لا طموحي تطبيق ده ازاي مع في الملعب؟ بص هقول لحضرتك حاجه، انا ماسك دلوقتي فرقه شرقيه الدخان، تمام، فريق اول الحمد لله، بحاول اشتغل اللي بتعلمه وبشتغله على طول وانا موجود في الملعب. نفعتني حته مهمه جدا، انا اشتغلت لمده 3 سنين وانا بلعب كمان، كنت محلل اداء حراس المرمى للدوري الممتاز كله في بعض في قناه كبيره يعني. تمام، 3 سنين ورا بعض، فتحليلي لحراس المرمى زادني خبرات وزادني قدره على تفنيد الاخطاء. بقيت بتقعد تعمل مقارنات كتيره جدا بالزبط. وبتشوف اساليب كتيره قوي في هو موهبه موهبه التدريب في ايه؟ ان انت الاول تبص على الخطا تفنده ازاي، تطلعه ازاي، وبعد كده تحوله لتمرين موازي ليه عشان تتغلب على الخطا ده وتنفذه، فيرجع بعد كده تاثيره في الملعب. فانت المهم في الاول تلاقي الخطا، تدور عليه وتلاقيه، ان عينك تعرف تشوف الخطا ده. فيمكن التحليل فادني، التحليل حراسه المرمى فادني في النقطه دي، خلى عندي قدره على اني يعني الحمد لله مش تقدر تميز الخطا يعني بسرعه من الحارس، مش ادعي ان انا عندي باذن الله تكون كده يعني. هنتكلم عن تفسيرك الامر ان التحليل اكسبك خبرات انك عينك تقدر تشخص الخطا أكيد ده بسرعه أكيد في حراسه المرمى. بعد كده لما تقدر تشخص الخطا تديله علاج بقى، فانت بتعمل تمرين يوازي الخطا اللي وقعت فيه عشان تقدر تتغلب على الخطا. نجحت فيه يبقى انت كمدرب حراس ناجح. طيب الرهان على فريقك وان شاء الله تكون موفق وتكون انطلاقه لنجاحات اكبر، ولكن عدم وجودك كمدرب حراس مرمى في دوري في الدوري الممتاز او تمام. دوري الاضواء زي ما طول عمرنا بنقول عليه، تمام، هل هيتيح لك نفس المساحه ان شغل كابتن احمد فوزي يتشاف؟ لا بس في حاجه مهمه جدا، البني ادم ما يطلعش من الصفر للخمسين او الستين في نطه واحده، لازم كل حاجه تدرج تدريجيا. السنه اللي فاتت انا بطلت، رحت مسكت في الناشئين في النادي الاهلي عندنا، اولا عشان حاجه مهمه جدا، مثلا عشان ابقى اسمي مدرب بقطاع الناشئين في النادي الاهلي، خلي بالك كنت عايز تحط دي في السي في، التايتل اهم حاجه، قطاع الناشئين في النادي الاهلي دي حاجه كبيره قوي، فدي اهم نقطه كانت عندي. صحيح اتعلمت فيها وخدت خبرات كبيره، خصوصا المشرف بتاعي كابتن اكرام يعني، ومعايا مدربين كبار في الناشئين تحت، ولكن اول ما جات لي فرصه ان انا اكون متواجد في فريق اول لازم اخد الخطوه دي. ليه؟ هتديني خبرات في التعامل مع الحراس الكبار، اكيد كان عندي جزء منها وانا بلعب، ولكن لما تبقى مدرب بتبقى يعني ايه اصعب شويه، ضغوط اكتر بقى، اكتر من قطاع الناشئين، تحديات اكبر، ضغوط اكبر، كل حاجه، مباريات لا وشغلك بيظهر اسرع، شغلك مش بيظهر اسرع على الناشئ، الناشئ قدامه 3 4 سنين يغلط، في البراعم قدامه 3 4 5 سنين يغلط، انما انت في الفريق الاول انت لازم كل ماتش يخلص تصلح الخطا اللي حصل، شغلك يبان في المباراه اللي بعدها لازم تمام. فدي عايزه تديني، انا خدتها كخطوه عشان تديني خبره، تمام. اكيد اكيد اتمنى ان انا اشتغل في درجه ثانيه واشتغل في ممتاز، ولكن مفيش حد بيطلع من الصفر. كابتن احمد ناجي مسك سنتين في شرقية الدخان، كابتن ابراهيم عبد العزيز من احسن المدربين في مصر مسك سنتين في شرقية الدخان، كابتن ايمن طاهر اول ما اشتغل في 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 نادي عثمان اسمه ايه ده؟ عثمان، لا اتحاد عثمان، اتحاد عثمان اللي هو بعد، واشتغل في جولدي، مدربين كبار اشتغلوا درجه ثانيه، ما فيش حد بيطلع من الزيرو للواحد. لا والكابتن ناجي عنده فترة كبيرة بعد ما انهى مشوار حارس مرمى السويس، ما كناش متابعينه، ما كانش تحت، لا انا بقول لحضرتك هو مسك، بدأ نجاحه وبدأت الناس تشوف بصماته وشغله من تجربته مع مدير كورة كابتن ثابت البطل مانويل جوزيه، مدير فني الجهاز ده، حقق نجاحات كبيرة جدا. اقول لك كابتن ناجي مش ازاي، كابتن ناجي بطل مسك في الشرقية للدخان، وبعدين راح مسك مع كابتن محمد عامر، وبعدين مسك الشمس مع كابتن برضه محمد عامر، راح بعد كده السويس، ومن السويس مسك منتخب السويس، يعني قعد بالظبط 6 سنين يمرن تحت، وبعدين جه
النادي الاهلي اشتغل 3 سنين في الناشئين وبعدين ربنا كرمه وصعد فوق وبقى كابتن احمد ناجي. تمام؟ فهي القصه عايزه ايه؟ عايزه مثابره. انت لازم تتعلم وكل يوم بيبقى فيه جديد وكل يوم تقرا وكل يوم تطلع. يا ريت تكمل بالشكل ده، وانا متفائل يا كابتن احمد من الحوار ده ان عندك سمات شخصيه تؤهلك انك تبقى ان شاء الله لو ربنا وفقك وواصلت عمليه الاطلاع بالشكل اللي بتقوله ده واشتغلت بالعقليه دي انك تبقى واحد من افضل مدربي حراس المرمى في مصر ان شاء الله. ربنا يكرمك، ربما تخرج كمان يبقى في نجاحات خارج حدود مصر. يا رب موفق ان شاء الله. وبشكرك على وجودك معانا النهارده، شرفتنا. كابتن احمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي سابقا وصاحب التجارب ايضا في عدد كبير من الانديه المصريه، ومره ثانيه كل سنه وحضرتك طيب وعيد ميلادك القادم ان شاء الله. نحتفل بعيد ميلادك ونحتفل بفوز الاهلي. اهم حاجه فوز الاهلي، سيبك من عيد ميلادي، فوز الاهلي اهم. نحتفل بفوز الاهلي ان شاء الله، يكون الاهلي موفق ويؤدي والاداء والنتيجه يكونوا في صالحه في مباراه القمه اللي جايه ان شاء الله يوم 19 اكتوبر الجاري امام نادي الزمالك المنافس التقليدي والقطب الثاني من قطبي الكره المصريه. تكون مباراه على قدر اسم فريقي الاهلي والزمالك، ويكون الفوز والنجاح والاداء الافضل والتوفيق حليف فريقنا ونجومنا في هذا اللقاء، ويتفوقوا على الزمالك والفوز في الجوله الرابعه. وهتكون زي ما قال كابتن احمد فوزي انطلاقه ثانيه ومحطه مهمه جدا في مشوارنا الدوري الممتاز اذا وفقنا ليها ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك على وجودك معنا. يكرمك. شكرا لله رب. ميرسي. شكرا لحضراتكم على المتابعه. نهايه هذه الحلقه من حلقات الاهلي الليله. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.